امين. شوف نسميو الامور كيف ما هي، الى ديكليني لابيل نتاع ليكيب ناسيونال، قالوا له باش تجي، قال لهم لا ونعرفوا علاش، خاطر لي زيكيب اللي باش يمشي لهم بري توا فرضوا عليه ثلاثه، قالوا له راهو باش تجي بري ما عندناش وقت نخسروهم. مش طلبوا، هو طلب الناخب الوطني واتصل بي قالوا لي مانيش حاضر لا نفسانيا لا بدنيا باش نجي للمنتخب. ما يقالوا ما قالوا الصحافي المعروف اللي نتاع الميركاتو، قال انه لي تروا زيكيب اللي يحبوا عليه قالوا له انه باش تمشي لكوب دافريك. وفما دقه في الكلام، يا كي كلموه واعتذر تفرق على انه هو هز التليفون واعتذر. ماهوش في حاله نفسيه باهيه. سيبوزون اليوم جينا نحكيو على قطر 22، سيبوزون اليوم جينا نحكيو على كوب دي موند، تولي الحاله النفسيه باهيه. انا شوف علاش نقول لك هكا، على خاطر اللاعب مالغري وكنا ما نختلفوش هنا ان الروندمون في العشر ماتشات الاخرين مع ليكيب ناسيونال ما كانش حاجه واضحه. علاش بربي سؤال اللي سال ان يسال، توا ثابت انه حنا بعل عنده اجماع، عنده شعبيه اليوم في تونس. علاش اليوم يبدو انه برشا محللين بما فيهم الموجودين معنا هنا، نجم يكون خالد، نجم يكون امين، نجم يكون ما نعرفش العربي، متقلقين ربما من الشعبيه هذيا، مش متقلقين وقاعدين يحاسبوا في حنا بعل بطريقه مختلفه تماما على لاعبين اخرين. ايه شوف وهنا يحكي على المحاباه الجمعه اللي فاتت العربي، ربما فما شيء من المحاباه والمجاملات في علاقه باللاعبين، يعني تحاسبوا في حنا بعل اكثر بكثير من محاسبه لاعبين اخرين، ربما يرتكبوا في نفس التصرفات اكثر ولا اقل. اللي قالوا له خيال كله هنا صحيح، انه بالحق كما قال لك خالد تعملت معناتها هي الكبيره وفرحنا الكل، وعندنا ملاعب يلعب في مانشستر، شكون ما يفرحش انه عندنا ملاعب يلعب في مانشستر؟ لكن اون كونتر بارتي فما حاجه نطلبوها من الملاعب، احنا في العشر ماتشات الاخرين تتذكر كان ماتش ليبيا والونتري نتاع ماتش مصر، هذم الحوايج معناتها الكبار برشا، قلنا جاي الكوب دافريك في تيرانات خير، في كليما خير من الكوب دافريك الاخرى اللي لوحناها الساعتين تاع القائله ضد مالي وقلنا له ورينا اش عندك، وقتها تظلم قلنا الكوب دافريك هذه وما باش نشوفوه، يا اخي تفاجئنا انه هو قال انه حالته النفسيه ما تسمحلوش باش يكون في المنتخب، كما قال لك خالد هذايا في الاخر راهو المنتخب الوطني التونسي، وسي ان جوور جون، وفي مانشستر كما قلت الكل، دونك لوفر هذايا اللي جات تو في الشتاء باش تجي في الصيف. باش يقعد في مانشستر راهي لي توجور معناتها باش تجي في العمر هذا يلو راه توجور دي زوفر، دونك انا من رايي الخاص انه كان يسبق المنتخب على روحه. سامحني تفضل. من مرابط يقول ليكيب ناسيونال نتاع المغرب ما نجمش نجي او كونكورونس عند مكتومين. هو بيدو حنا بعد كونكورونس هكا ولا اللي هو قاعد، لكن الرايه تختلف خالد. تختلف كيفاش تختلف؟ واحد مش قاعد يكور وفما باش يصرحوه معناها في امكانيه باش يسقع تصريحه لفريق اخر او اعارته او تفاصيل بسيطه معناها نهائيه اليوم بشكل يعني او نسلك سؤال بطريقه اخرى، نسلك سؤال بطريقه اخرى ونحبك صريح معايا في الموضوع هذا، لو كان جيت انت في بلاصته ووضعيتك هك وماكش واضحه والجمعيه نتاعك باش تسلم فيك وعندك نيغوسياسيون مع جمعيه اخرى كما اكد امين منذ قليل وطلبوا منك ربما قد يكون هذا صار طلبوا منك انك ما تمشيش كوب دافريك باش تقعد تنيغوسي الكونترا نتاعك ونعرف انا العمر نتاع الملاعب صغير برشا هما يندرى تمشي تشوف مستقبلك والمنتخب ماهو شهر والا تمشي للمنتخب وتنسى مستقبلك بالعكس نمشي مع المنتخب على خاطر لي زوفر تنجم تجيني ونلعب كوب دافريك باهيه تجيني لي زوفر شو قال لي باش تلعب باهي هما لي زوفر هو قاعد لا عاد خلينا نجاوبك على السؤال هذا هو في الشتاء قاعد وحتى في الصيف راهو لي زوفر باش تجي هما بيدهم راه هو اصلا منذ البدايه خالد سامحني هو اصلا منذ البدايه سامحني 10 ثواني اصلا منذ البدايه البقاء في مانشستر في اول عام وتشوف في الارمادا هذيك الكل في الوسط مجازفه كان باهي يلا كابتن انا باش نحكي على دو فولي مازالوا ما تناولوهمش الاولاد الفولي الاولاني هو السؤال اللي سالته انت توا خالد انا كان جيت في بلاصتو مثلا ابري تو في مانشستر يا خويا مانيش في حومه نلعب مانيش في فريق اماتور نلعب في مانشستر ما جاتنيش لوبورتونيتي باش نخرج بري تو شنو هي المشكل مازالوا 3 4 موا نجم ندخل شي ميتون كوب دافريك نجم ماتش نجم تجيني اوبورتونيتي ما احسن نجم نخلع بلاصتي بتاتر الاشهر الجايين دونك الباب محلوم ماهيش اللي لا قدر الله هو حياه او معناتها قصه حياه او مو او موت الشوا نتاعو هذه هي الاولى دونك لازمنا اذا كان باش نحكيو على امور نفسيه خويا راك تبارك الله تيو بريفيليجي معناتها في بوزيسيون مرتاحه ولاباس بارابور لبرشا عباد وبرشا فما ملاعبين انا الماتش فما اللي فات الماتش اللي فات كوب دافريك ما عندوش جمعيه مسكين يبدا يعلم به ربي شنو هي ظروفه النفسيه هذاك بالحق الفولي الثاني لو كان الناخب الوطني عرف كيفاش يخرج من الاسئله خاصه في الكونفيرونس دو بريس نهار الخميس والبوليميك هذه كل ما تصيرش
كان ينجم يقول اخويا سي جلال قادري راهو تناقشنا مع الملاعبي بارابور للوضعيه نتاعو، شفنا من الصالح انه الفتره هذه ماهوش في كامل جاهزيته وما يكونش معانا، هذا اختيار منا ومنه هو لمصلحه المنتخب. برشا عباد يدوروا عليه هكا توا لا سامحني عليه، اذا كان هو توا كان يحكي احنا نطالبوا انه لا احنا نطالبوا انه يكون معناها يحكي كارسيول تابل وانه يكون واضح مع الناس ومع الراي العام. انا عشت في المنتخب ومن شيء اخر نقولوا حقه قال هكا، عشت في المنتخب، عشت في المنتخب في مراحل معينه، وراهو ديما لمصلحه المنتخب ومصلحه الملاعبي فما برشا حاجات صارت وما زالت باش تصير، وفي منتخبات كبيره فرنسا نفكر شنو صار في كوب دي موند قبل هذه، المانيا نفس الشيء وعده منتخب عادي، هذا راهو سي ليجيتيم باش تحمي المنتخب والمجموعه نتاعك. كان ينجم يقول الناخب خويا احنا لمصلحه المجموعه ومصلحه اللاعب شفنا انه لازم يكون ماهوش موجود المرحله هذه، وابري تو خويا من الاخر من الاخر منتخب طيب. واقف على حنا بعض ولا حتى حد باش نختم النقطه الاخرانيه بسرعه بسرعه بسرعه، اذا كان المنتخب باش يحل الباب بلا على روحه بالطريقه هذه ما عادش باش تقف، باش تولي كل ملاعبي كل دوره يجيو زوج ثلاثه ملاعبيه وقتها يا خيبه المسعى. ما نعرفش سمير وكانه استثناء حنا بعض وكانه التقاليد هذه بين ظفرين او المماسات هذه ما عشناهاش المنتخب التونسي على مر الاجيال. لا عشناها عشناها وباش نعيشوها مازلنا مش عايشوها، ويعرف الاولاد في الكيف فهم لعبيه فهم خسروا ماتشوات باش يروحوا لتونس باش عداوا العيد في تونس تعرف في بطوله عربيه فهم لعبيه اللي تضرب في ساق وشد كتفه تلمو معناها تو انا شفته في التلفزه مش عندنا في تضرب في التيرا على ساقه شد كتفه طبيب بداوي له في كتفه وما طاحش عليه كتفه بالكل باش ما يلعبش ما يمشيش يسافر موجود. احنا تو نحكيو على ملاعب عمره 20 سنه نحاسبوا فيه كانه ملاعب عمره 30 سنه بالخبره، وليد صغير مازال كيبدا يشق في الطريق نتاعو في كارير ان شاء الله يكون كارير طويله. ما يلعب تريو نيفو متفقين مازال ما يلعبش مازال ما يلعبش وهذه باش نجيوها. حنا بال مردود العامين الاخرين مع المنتخب ارتفع ولا بقدا، واحنا حسينا بحنا بال وقت اللي خرج من مانشستر ومشى برمنغهام وقت اللي ولا كومبيتيتيف رجع لمانشستر طاح المستوى لانه عايش في ضغوطات وماهوش قاعد يلعب. دونك مصلحه حنا بال انه يخرج تو دو سويت من مانشستر. يعني انا نقول لك الاولاد الخويين قالوا في الصيف ما نعرفوش على الظروف اللي عايش فيها النفسانيه هو، بتتر ما يرقدش في الليل، يحب يكور يحب يلعب. بتتر الليله تتعادله بعام، يقول لك نخرج تو دو سويت. في المقابل الانديه اللي مش ياخذها تمشي يمشي لها تقول لك يا اخي انا ست اشهر بريت تغير بي من شهرين ما يساعدنيش. يا تجيني تو دو سويت تو تلعب معايا سي موا، اليون اللي حكيتوا عليها تلعب على الطيح ماذا بها ملاعبي يكون حاضر تو ولا سيفي ولا غيرها. دونك ما ينجمش ياخذ لوبسيون تاع البغي الا ما يكون حاضر تو دو سويت. في المقابل هل انه حنا بعل تيتولير في ليكيب ناسيونال كان يغيب ليكيب ناسيونال تاع تتاثر؟ لا نقلب انا السؤال. صخيري لو كان جات وضعيته نفس وضعيه صخيري في المنتخب المكتب الجامعي الكل ومع لي بومنيجر ومع القادري الكل ياخذوا الطياره يمشوا للصخيري. كان جا للطالبي الكل يمشيوا ياخذوا الطالبي، يمشيوا الكل لانه لا استغناء عليه، ما تنجمش تستغنى على الصخيري ولا على الطالبي، لكن حنا بال تنجم. وقال مشى لا مشاو له عاد سمير مشاو له قعدوا يستناو فيه نص الليل. كيفاش كيفاش ناخذ وطني يستنى ملاعبي النص الليل لافي نتاع ليستا ومعقول يا رسول الله؟ مش هذا فهمني انا مقصودي شنو؟ مقصودي وجود حنا بعل وتاثيره ماهوش بالتاثير الكبير، انا نتمنى انه غدوه ومتاكد انه غدوه مش يكون عنده التاثير هذاك، حاليا ما نحملوش الوليد طاقه اكثر من طاقته، والضغوطات اللي عايشها الكل، والظروف اللي عايشها الكل، وبالتالي جلال شد صحيح فيه، ولكن في المقابل كذلك يقول لك انا عندي ملاعبي معناها حاجتي بالمصلحه نتاعو، وكذلك الملاعبي هذا ينجم راهو في الكوب دافريك الكل ما يلعب حتى ماتش، ينجم عيط له ما يلعبش. تاثر حتى على القيمه التسويقيه. بطبيعه ما تحطوش في الليسته من الاول وكاو. ايه نعرف نعرف، لا هو موجود في الليسته. فهو موجود في الليسته، وبالتالي الموضوع تناولوا جلال، تكلم من الغادي حنا بعد ما نحبوش نكبروا الموضوع ياخذوا حجم اكبر من الحجم نتاعو. يتصوروا كان جا في مصر الموضوع هذا. ما ندخلوا اي راهو كلات بعضها. ما نحبوش زاد نقلوا من الوطنيه نتاع حنا بعد الوليد اختار تونس على عروض كبيره ياسر من فرنسا ومن الدنيا ومن كذا واختار تونس، قال اخترت الشوا نتاع القلب. سمير عنده شوا عنده هو تاع القلب عنده شانس باش يلعب هو تو منتخب فرنسا مع كامافينجا ومع دخلنا
انا احكي لك على 3 سنين التالي وقت اللي هو عمره 17 عام وقت اللي فرنسا الكل تلاح الحبيب باش يجي ما نحكيش على الاول انا شفنا بنعطيك اكزامبل سمير هكا بنعرف اختار فرنسا في الاخر ما نخوش على ماهوش على الامثله قبلته في السيف يجي يا خالد يا خالد يا خالد انا كان نعطيك الامثله من لموشي وغيره 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 مش نعطي في الاكزامبل هذا انا نقول لكم ما نحبوش نشكوا في محبه الوليد لتونس ما شكك فيها اي فوالا ما يلزمناش كذلك نقولوا انه مشيتنا للكوب دافريك مشيتنا للكوب دافريك ينقص منها حنا بعض معناها تونس مش تاثرك التاثر الكبير لا لا مش كيما الامباكت بتاع صخيري وغيره كيما الواحد حنا بعض وضعيه استثنائيه صارت انا كنت نتمنى انه يكون في ليكيب بيرسونال كنت نتمنى سانسيرمون يكون في ليكيب بيرسونال كيما صارش ما صارش شنو المشكله واضح اما عندي مازلنا باش نحكيو على الليسته باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي وخالد هو فتح النافذه نتاع حنا بعض اللي كثر عليها الحديث في كل البلاتوات واعتقد انه الحاضر الغائب ديما فهمت عامل بوليميك وديما الناس تحكي عليه وهذه نقطه استفهام كبيره